في حكم القرآن وألف بسمه وعاد في حكم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة في حكم القرآن وارحم جميع أمات محمد بحرمة حكم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة سفينا وعلى صراط نورا وإلى جنات رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمات كرامة وبكل آيات سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وجراءه وقلاءه واسقه إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والهداة والمسافرين والمقيمين في بركة وبركة من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بارك سبب ما قرأناه ونور وما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشائخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca Al-Quran setiap minggu kita khatam Quran untuk diterima Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penerang nanti kita di alam kubur. Perlu ketahui rekan-rekan, mudah-mudahan ini tahun ini bisa dikembangkan lagi ini. Yang tadinya 30 orang mungkin bisa bertambah. Teman-teman ini sudah Kak Abdul itu sudah mulai masuk, Kak Bini mungkin nanti masuk lagi Kak Tata. Bisa dari satu jin bisa berdua, bisa berduet. Ya Rabbi salli ala
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Walhamdulillah. Al-Fatihah.